يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، مع لفتة كريمة في الحديث النبوي. عندما عطف النص النبوي حامل القرآن عطفه مباشرة على إكرام ذي الشيبة، وعندما تحدث عن السلطان المقسط أعاد كلمة إكرام تأكيدا على حقه في الإكرام والعناية والإعانة والإحترام والتقدير. فمن إجلال الله عز وجل إكرام ذي السلطان المقسط. ودعوة الإمام العادل لا ترد، وفي بعض روايات الحديث مقدمة على دعوة الصائم، وهو في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أول السبعة الإمام العادل. وبهذا تبنى الدول ولا تهدم، وهو ما بيناه تفصيلا في كتابنا فقه الدولة وفقه الجماعة الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أوائل هذا الشهر الفضيل. النقطة الثالثة والأهم هي حاجتنا الملحة لاستخدام المنهج النقدي العقلي في إعادة قراءة المتغير من تراثنا، مع الحفاظ على ثوابتنا الشرعية. وأضرب مثالا بأنموذج واحد من أحد عيون كتب التراث التي هي مناط الاحترام والتقدير كتابا وكاتبا، وهو تفسير الإمام القرطبي الذي تعلمنا ولازلنا نتعلم منه، غير أننا نريد أن نبين بوضوح أن كل إنسان يؤخذ منه ويعد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره، في تفسير آية الدعاء، وتحديدا في الجزء الثاني من الكتاب صفحة 312 طبعة عالم الكتب، أن الإمام علي رضي الله عنه قال لنوف البكالي: يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا. والجابي والعشار هما من كانت الدولة تسند إليهم جمع الزكاة أو جمع الضرائب. يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا. فإن نبي الله داود عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها إلا أن يكون شرطيا أو جابيا أو عشارا. ومثل هذا الكلام إذا أخذ على علاته يهدم الدول ولا يبنيها أبدا. وبالبحث الدقيق وجدنا أن في سند هذا القول كلا من سهل بن شعيب مجهول الحال، أبي علي بن الصقيل مجهول الحال، عبد الأعلى بن عامر الكوفي ضعيف الحديث، مما يؤكد أننا وأن القول لا أصل له ولا سند له، لكنه هكذا ورد على علاتي في كتاب من أهم كتب التفاسير، مما يؤكد أننا في حاجة ماسة وملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة جديدة بروح عصرية ناقدة ثاقبة وواعية. وهذا المنهج النقدي العقلي هو ما نسير عليه بفضل الله عز وجل في وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف تأليفا وترجمة ونشرا وتأهيلا وتدريبا، مع الأخذ بكل وسائل التحديث العصرية من نشر خطبة الجمعة مترجمة مقروءة ومسموعة ومرئية ب16 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، واعتماد مركز دولي للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تم تخرج الدفعة الأولى فيه منذ أسابيع، كما تم افتتاح معمل صوتيات اللغة الإنجليزية لتدريب الأئمة والواعظات على اللغات الأجنبية. مع التنوع العلمي والثقافي
في البرامج التدريبية بالأكاديمية سعيا لإعداد إمام عصري مستنير، والتحول من حالات التميز الفردي إلى حالة استنارة عامة بين جموع الأئمة والواعظات، تؤدي بإذن الله تعالى إلى نشر سماحة الأديان ودحر الفكر المتطرف وبناء مجتمع إنساني راق يؤمن بحق التنوع والاختلاف واحترام الآخر وفق العيش المشترك، ويدرك إدراكا لا يداخله أي شك أو تردد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأنه لا بد للدين من وطن يحمله ويحمي. السادة العلماء، أؤكد أننا في مناخ ذهبي وفرصة مواتية، بل ربما غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر على أقل تقدير، لبيان صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وصيانة مال الوقف وتعظيم استثماراته، وما علينا إلا إخلاص النية والتشميع عن ساعد الجد، فيا باغي الخير عجل.